تفرز هرمونات، الهرمونات هذوما يدخلوا في كلش في الجسم تاعنا، في كلش. والحاجه الاساسيه سي سورتو الطاقه، نصنعوا الطاقه تاع جسمنا بهذوك الهرمونات. عندهم دور مهم بزاف في النمو تاع المخ تاعنا والنمو تاع العظام. دونك كي يكون عندنا هاد الغده ما راهيش تخدم مليح راح يكون عندها مضاعفات. هضرنا المره اللي فاتت على قصور الغده الدقيقه عند اللي نوفوني، قلنا سي اون اورجونس، يعني لازم نديروا التشخيص بكري، خاطر هذاك البيبي الا فقنا له نعطوا له واش خصو، يعني نعطوا له الهرمونات راح يصير بيبي طفل عادي، واذا ما فقنالوش وما اخذش الهرمونات في وقتها راح يكون عنده ان غوتار مونتال، يعني يخرج معوق ذهنيا وغاف. دونك هنا كنت حابه ننبه لي مامون في الاعراض هضرنا عليهم المره اللي فاتت عند حديثي الولاده لنوفو.